أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك. سنذهب في جزءه الأول إلى العمال. العمال، حقوق، أوضاعهم الحالية في الأردن. ربما في الآونة الأخيرة كان هناك كثير من الإضرابات المطلبية، يستحق الأمر أن نسلط الضوء عليهم، ثم نذهب بعد ذلك في الجزء الثاني إلى جولة في المشهد السياسي، حيث سيكون معنا الدكتور عبد الله نقرش، وهو واحد من الأكاديميين الذين ربما سنستفيد منهم فيما يتعلق بقراءة سياسية تحليلية للمشهد السياسي. إذا نعود لجزئنا الأول والحديث عن العمال، ونرحب بضيفنا الكريم الخبير الأستاذ أحمد عوض، وهو مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمرصد العمال الأردني. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. يعني قطعا أستاذ أحمد، في الآونة الأخيرة كان كثيره، يعني واضح الحراك العمالي في الأردن لم يعد كما كان. يعني الحركة العمالية في الأردن ربما بدأ يتسرب لها الوعي بطريقة أو بأخرى. لذلك نبدأ من هذا الجسد العمالي، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عمالنا في الأردن في هذه الأيام، تحديدا في ظل الظروف التي نعيشها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟ شكرا أستاذي. حقيقة يعني الموضوع العمالي والحركة العمالية والتحديات اللي بواجهها عمال الأردن متعددة ومتنوعة وضاربة في لسنوات طويلة في مجتمعنا، والنتائج اللي بنشوفها في مجتمعنا الآن هي نتاج لتراكمات عديدة. بشكل مختصر وسريع، أبرز تحدي بواجهه عمال الأردن على خلاف ما يتحدث فيه العديد من الناس ليست البطالة وغيرها. التحدي الأساسي هو انخفاض مستويات الأجور. يليها موضوع البطالة والحماية الاجتماعية وغيرها، ولكن مستويات الأجور في الأردن حقيقة منخفضة بشكل ملموس في القطاعين العام والخاص. طبعا هذا الحكي ما بيتاخذ بشكل مباشر لازم ولا بشكل مطلق، هذا ينسب إلى مستويات الأسعار ومستوى المعيشة وهل توفر مستوى حد الكفاف ومستوى معيشة لائق وغيره. والأردن عندنا أرقام حول هذا الموضوع، يعني إذا خذ بعين الاعتبار رقم أساس مستويات خط الفقر في الأردن للأسرة المعيارية المكونة من 5 وكسور يعني فرد، احنا بنلاحظ أنه بيصل حوالي 416 إلى 420 دينار. إذا نظرنا لمستويات الأجور في الأردن، معدلات الأجور حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة وعن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2013، بنتحدث عن 420 دينار للعاملين في القطاع العام و460 دينار للعاملين في القطاع الخاص، وهذه معدلات أجور. يعني اللي بأخذ 100 دينار واللي بأخذ 10,000 دينار. وهذا رقم مش دائما دقيق ولكن بعطي إشارة. إذا الحد الأدنى، إذا فقراءهم يعني بالمحصلة يعني نتيجة لوصلنا لها. هلا رقم آخر مهم نتحدث فيه، شرائح الأجور. شرائح الأجور في الأردن حسب هاي دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنه 62% تقريبا من العاملين بأجر في الأردن بيحصلوا على رواتب 400 دينار فما دون، وبالتالي هم أقل من خط الفقر. وبالتالي احنا بنتحدث عن شريحة جديدة نشأت في الأردن خلال السنوات الماضية اللي هي شريحة العاملين الفقراء. وليس فقط المشكلة عندنا ليس المتبطلين الفقراء، هم عاملين فقراء، وهي كمان مشكلة كبيرة جدا. ربما هذا يقودني لسؤال يعني حتى يفهم المشاهد، نحن نتحدث عن عمال، ما هو تعريف العامل؟ خاصة أنه نسمع عن نقابات عمالية، نقابات مهنية، ما هو تعريف العامل حتى الناس تفهم ماذا نقصد بالعامل هنا؟ العامل مفهوم قانوني ومفهوم اجتماعي، كل من يعمل بأجر هو عامل. هذا المفهوم، كل من يعمل بأجر هو عامل. وبالتالي في مجتمعاتنا بعض الشرائح الاجتماعية والمهنية تتحسس من مفهوم العامل، نحن لسنا عمال. لا، وانت بالنهاية كل من يعمل بأجر هو عامل، من أدنى سلم، وأنا لا أفضل هاي الترتيبات. يعني لأنه كل العاملين مهمين. صحيح. اللي بنظف عباب بيتي مهم، نظرية عضوية وظيفية تكاملية، واللي لما أمرض بعالجني عامل، واللي بدير البلد عامل. نعم، صحيح صحيح، وهكذا. نعم، هذا لكن هناك فرق بين النقابات العمالية والمهنية؟ فرق. بالتأكيد. نعم، إذا هناك تعريف اجتماعي، أنت قلت قانوني، تعريف قانوني واجتماعي، واجتماعي كلاهما جميعهم عاملين. هل المنظمة ليش نقابات عمالية ليش نقابات مهنية في العالم كله؟ في منظمات او جمعيات او هيئات تدافع عن مصالح اعضائها. نقصد العمل الذهني والعمل اليدوي مثلا، هناك فرق بينهما؟ لا لا لا، ليس بالضروره. حتى ليس في القطاع الاردني، انا ممكن اكون انا مهندس وعضو في نقابه المهندسين وعضو في نقابه المصفاة او الاسمنت او البناء او الى اخره، في لا يوجد تعارض. وبالعكس، انا في ضوء اطلاعي ومعرفتي
المهنيين استفادوا من عضويتهم في النقابات العمالية لتحسين شروط حياتهم أكثر من، بديش أقول أكثر، لكن لا يقل عن لا يقل. استفادتهم من عضويتهم في النقابات المهنية. نعم، طبعا مركز الفينيقي للدراسات الاقتصادية مركز معروف يقوم بعملية رصد ربما للاحتجاجات العمالية بشكل جيد وواكبها منذ سنوات. إلى أين تتجه هذه الاحتجاجات؟ هل ملت؟ أم أن الحديث عن انخفاض الأجور يعني أنها ستستمر؟ لا سيما أن نتحدث الآن عن واقع معيشي، عن حياة أسرية. يعني لنتحدث بصراحة، في مع بداية ما سمي بالربيع العربي، بداية نهاية 2010 وبداية 2011 و2012 وحتى 2013، موجة الاحتجاجات العمالية كانت في تصاعد مستمر. نعم، ويقال كان أن عمال يوم الزراعة كانت بداية الربيع الأردني. صحيح، هذا بدأت في 2006. نعم، قبل الربيع العربي. نعم، الحاج بالتالي كل مجتمع. الاحتجاجات العمالية هي نوع من أنواع الاحتجاجات الاجتماعية. صحيح، وهي تأتي في صلب المجتمع، تتأثر بالعوامل الخارجية والداخلية، ولكن هي تعبير عن أزمة واختلال علاقات اجتماعية. نعم، هي لا تأتي على شكل موضة أو عدوى، هي تتأثر بالظروف السياسية المحلية والإقليمية والدولية. بمعنى آخر، الحراك الربيع العربي رفع من سقف. نعم، الحريات، شكل لها رافعة. نعم، بالضبط، هو دفعها للأمام، ولكن هي موجودة. طالما في مجتمعات، طالما في اختلالات اجتماعية، طالما في خلل في علاقات العمل، طالما فيش عدالة في علاقات العمل، طالما في بيئة خاص بالاحتجاجات، وهذا شيء طبيعي. نعم، إذن الاحتجاجات أين تتجه في الأردن؟ الاحتجاجات حقيقة أنا توقعاتي الاحتجاجات ستستمر في الأردن. هلا في النصف الاول من عام 2014 حقيقه صار في تراجع على اعداد الاحتجاجات العماليه، ولكن هذا لا يعني انه الظروف الاجتماعيه تحسنت. في مجموعه من العوامل ادت الى انه العاملين يخففوا من دخولهم على، منها مثلا زياده وعيهم بانه هناك وسائل اخرى للاحتجاج. في عوامل اخرى اللي هي الممارسات اللي مارسوها اصحاب العمل او الحكومات او الحكومه على العاملين لعدم خروجهم الى الشارع بالضغط عليهم، اما باساليب اقتصاديه او باعطائهم عقوبات، او بالضغط عليهم باساليب اخرى من اجل عدم الخروج الى الشارع، او زاد وعيهم عدم الاستجابه، التهديد ببديل كما الان يجري في الميناء. بالضبط، لا، وفي قضيه خطيره كثير، عدم استجابه الحكومه واصحاب العمل لمطالب العاملين. هذا دفع العاملين باتجاه انه لنبحث عن اساليب اخرى للتعبير عن احتجاجاتنا. نعم، لانه رئيس الوزراء اعلن قبل عده اسابيع على الملأ بانه هو لم يستجيب خلال فتره حكمه. نعم، لاي مطلب عمالي، وهذا مؤشر سلبي انا تقديري. هذا دفع العاملين لعدم الخروج. نعم، ولكن سيخرجون مره اخرى. نعم، نعم، لانه هذا مرتبط بحياتهم، هذه حاجه اجتماعيه وحاجتهم. صحيح، من هي الفئات استاذ احمد والشرائح العماليه الاكثر معاناه في سوق العمل الاردني؟ يعني باعتقادك هذه الشرائح تعاني جدا بمعنى الكلمة؟ أنا تقديري حسب المؤشر الذي نستخدمه، ولكن بشكل عام إحنا عندنا القطاع غير المنظم. آه، هو اللي هي المهن البسيطة واللي بيشتغلوا بشكل يومي، واللي بيشتغلوا على البسطات، واللي بيشتغلوا في الورش البناء والآخره، واللي بيشتغلوا في مهن السكرتارية، والمهن غير المعرفة غير المنظمة اللي بيشتغلوا فيها بيعرفوش لا قانون، لا بنطبق عليهم لا قوانين ولا غيره، اللي هو قطاع غير منظم، وهذا قطاع متنامي. نعم، وتنامى خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وحسب وزارة التخطيط 44% من العاملين في الأردن يعملون بالقطاع غير المنظم. بمعنى شروط عمل بائسة، شروط عمل لا يتمتعوا بأي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية، ما بيعرفوا إجازات سنوية، ما بيعرفوا إجازات مرضية. يعني هذا القطاع علاقته طردية مع سوء الأوضاع الاقتصادية. بالضبط، لأنه ليش بتوسع هذا القطاع؟ مش في الأردن بس، في كل الدول التي فشلت اقتصادياتها في توليد فرص عمل في القطاع المنظم، تحصيل حاصل، الناس بدها تشتغل. نعم، فبروحوا على أي فرصة عمل متاحة، وإذا غير موجودة هم ممكن يولدوها، ينتجوها بحيث أنه يشتغلوا ويجيبوا ما يسد رمقهم إلى حين حصولهم على فرص. نعم، وفي بلادنا حقيقة هذا القطاع قاعد بيتوسع. نعم، إذن يعني هؤلاء 44% من القوى العاملة لا يتمتعون بأي شكل من الحماية الاجتماعية. نعم، نعم، وجزء منهم بيحصلوا على رواتب أقل من حد الأدنى للأجور. نعم، ويعيش بقوة عمله فقط يوم بيوم، لا يوجد له يوم بيوم. نعم، هل لدينا فعلا حركة نقابية بالنسبة للعمال؟ يعني سؤال كبير، ولكن بشكل مختصر الحركة النقابية الأردنية موجودة ولكنها ضعيفة. نعم، وحقيقة عبر ما يقارب 40 سنة الماضيات هاي الحركة النقابية لم تلعب دورا
ملموسا في تحسين شروط العمل، لأنه لو دور الحركة النقابية الأردنية كان قوي وفعال كان أحوال الحركة النقابية الأردنية الحركة العمالية أفضل من هيك، كان شروط العمل أحسن من هيك، كان الأجور أحسن من هيك. هلأ في هناك بعض المنظمات النقابية وبعض النقابات العمالية في بعض القطاعات الاقتصادية جدا مهمة نشيطة وقوية وفاعلة، العاملين بالمصفر، العاملين في البوتاس، العاملين في الأبنية، العاملين في الكهرباء إلى آخره، اللي عندهم منظمات نقابية فعالة شروط عملهم أفضل. بتلاقي إنه اللي بأخذوا رواتب في شركة الكهرباء، في شركة المصفاة، في الشركات الكبرى معدلات أجورهم أحسن وشروط حياتهم أحسن والتأمينات الصحية أحسن وإلى آخره، وبالتالي في صلة طردية، في علاقة طردية بين تحسن شروط العمل وبين وجود حركة نقابية. في الآونة الأخيرة نتيجة ضعف الحركة النقابية الرسمية اللي لم ينشأ أي نقابة عمالية جديدة، وحرية تنظيم النقابة في الأردن كما تعلم مقيدة من عام 76 حتى الآن لم ينشأ أي منظمة نقابية عمالية جديدة بقوة القانون، وهذا مخالف لكل المعايير ولكل الحقوق الإنسانية. وبالتالي العاملين وجدوا أنفسهم خلال 3 سنوات الماضية أنهم مضطرين ينظموا حالهم بشكل مستقل، فنشأت ما يسمى بالحركة النقابية المستقلة، والآن في اتحاد في الأردن اسمه اتحاد النقابات العمالية المستقلة. هذا يقودني لسؤال عن اتحاد النقابات العمالية مش مستقلة، اللي هو اللي كان، هل أحد الأسباب أنه ظهرت هذه الحالة المستقلة أنه اتحاد العمال السابق كان تحت سيطرة الرسمي؟ ليس فقط هو حقيقة لم يلعب الدور، كان يعني سهل التطويع يعني. أنا تقديري في إطار تطور الدولة الأردنية عبر 40 سنة الماضية تم احتواء الحركة النقابية من خلال احتواء اتحادها العام، وهذا الاتحاد لم يلعب دورا في تحسين شروط العمل على المستوى العام. هو لعب أدوار هنا وهناك، ولكن بشكل عام إذا نظرنا لمؤشرات أسواق سوق العمل في الأردن، الأجور، الحماية الاجتماعية، الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل، تطبيق، إنفاذ، قوة إنفاذ القانون ضعيف، هذا مؤشر على أنه لم يلعب الدور المطلوب منه كقوة اجتماعية واقتصادية قادرة على تنفيذ. لماذا؟ أنا تقديري تم معه كم من العمال كبير احتكار العمل النقابي، احتكاره للعمل النقابي لوحده في سوق العمل، هذا ساهم بشكل كبير أنه هو مرتاح مش مضطر. هو في بعض الأحيان لعب دور أداة. لم أفهم ماذا تقصد باحتكار؟ إنه هو الوحيد الذي يمثل عمال الأردن، وبالتالي هذا معارض لكل مبادئ حرية التنظيم النقابي. عادة في العالم كله النقابات تتنافس على خدمة عمالها، والنقابات لها الحق أن تكون عضوا في اتحاد ما، يعني غير صحيح أن يكون الاتحاد هو فقط. بالتأكيد احتكار تنفير العمال بريح، بيخلق مصالح شخصية للعاملين على قيادة هذه النقابات، لأنه في الأردن في عنا ظاهرة إنه في تلاقي رؤساء نقابات من 25 سنة رؤساء نقابات، رؤساء اتحادات أكثر من ذلك. بالضبط. وبالتالي هذا بيخلق مصالح للأشخاص الذين يديرون هذه النقابات، ولا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد مصالح من يمثلوهم. لأنه خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 17 نقابة اللي بيصير فيهم انتخابات حرة، عدد محدود جدا، نقابتين الى 3 نقابات، والباقي كله بالتزكيه، فيش عضويه. وبالتالي طيب اصبحت هياكل اتحاد النقابات المستقله، هل سيشكل فارق؟ هل على تقديري شكل فارق، شكل فارق باتجاهين. ما هما؟ انه هو اصبح ملاذا للاشخاص الذين لا تستوعبهم نظام، لا يستوعب نظام التصنيف المهني اللي بموجبه نشأت النقابات العمالية 17 واتحادها العام، وبالتالي هم وجدوا إطار آخر. هذا واحد. اثنين، هو شكل حالة ضاغطة على النقابات الموجودة اللي بنسميها بين قوسين رسمية في إطار الاتحاد العام، من أجل تقديم خدمات أفضل لأنه في لهم منافسين. لمز ذلك أنها شكلت ضاغطا فبدأ يعمل. أنا تقديري شكلت. نعم ما يحدث في الميناء الآن هو نموذج مثل. نموذج. التشريعات، هل هناك مشكلة في التشريعات؟ نحتاج إلى حالة تشريعية أم أن المشكلة في التطبيق وتجاوز التشريع؟ يعني أين ترى أنت؟ أنا أرى بالجانبين، لدينا مشكلة في الجانبين. التشريعات العمالية في الأردنية ليست مثالية، ولكنها متقدمة نسبيا. إذا نظرة متقدمة نسبيا بالنسبة لباقي الدول تقصد؟ متقدمة نسبيا في جانب، وهذا النصوص القانونية المتقدمة حقيقة هناك ضعف في إنفاذها نتيجة ضعف الإدارة العامة في إنفاذ القانون، ليس فقط في هذا العمل، أيضا في قوانين أخرى. لو أخذنا بشكل عام تشريعات العمل، هي قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، نظام الخدمة المدنية، وما ينتج عنهما من نظم، من أنظمة، ومن تعليمات، ومن قرارات. قانون العمل باستثناء يعني إذا أخذنا بالاعتبار يعني 12 فصل، الفصل 11 و12 حقيقة ضعاف بشكل كبير، اللي هم لهم علاقة بحرية التنظيم النقابي وبالمفاوضة الجماعية وفض نزاعات العمل، حقيقة ضعاف بشكل كبير جدا وبحاجة إلى تغيير جذري.
وأما في الفصول العشرة الأولى حقيقة نسبيا هو متقدم، الكثير من الحقوق بتتواءم مع المعايير الدولية. المراجعة الأخيرة اللي قامت فيها لجنة العمل في المجلس النواب الأردني عدلت 39 مادة اللي هم كانوا الأكثر ضعفا، وبالتالي في هذه الفصول العشرة حقيقة إذا أخذ بعين الاعتبار تعديلات ومقترحات لجنة العمل اللي بذلت جهد كبير في إجراء التعديلات وعملت مشاورات واسعة في مع كل مختلف الأطراف، أنا تقديري قول العمل بيصير أفضل، ولكن معنيين فصل 11 و12 نغيرهم بالكامل. نعم، هذول لازالوا قانون العمل، هذول بالكامل يتعارضون مع مصالح العمال. نعم، وفي القانون الجديد وللأسف الشديد سمعنا قبل أيام رئيس لجنة العمل مشكورا بكل جهوده حقيقة أستاذ عدنان السواعير وأعضاء لجنته بطالبوا الحكومة بسحب القانون وتطوير قانون عمل جديد وإرساله لمجلس النواب من أجل يصبح يتلائم مع مصالح العمال الأردنيين ومع المعايير الدنيا للحقوق العمالية. العمل زيه زي أي مهنة زي أي شيء في العالم له معايير، المحاسبين بيشتغلوا وفق معايير، الأطباء بيشتغلوا وفق معايير، المهندسين بيشتغلوا وفق معايير، الإعلاميين بيشتغلوا وفق معايير، العمال لهم معايير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا الأمر. بضل عندنا قانون الضمان الاجتماعي، قانون الضمان الاجتماعي أنا تقدير الشخصي بالغالبية الساحقة منه هو يتواءم مع المعايير الدولية بالحقوق الاجتماعية. احنا عندنا مشكلة فقط في حق العلاج للمشتركين والمتقاعدين بالضمان الاجتماعي، معني الحكومة حقيقة تسرع في بشكل عام القانون جيد، بشكل عام هو يتوافق يعني بأكثر من 90% مع المعايير الدولية ذات العلاقة. لكن قصة قانون العمل مرة أخرى هناك موازين قوى أيضا تتصارع حوله. هلأ كل القوانين في الدنيا هي تعبير عن موازين قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية. للأسف الشديد موازين قوى في الأردن ليست لصالح العمال، وهذا أحد المؤشرات على ضعف الحركة النقابية الأردنية القائمة. أو على احتوائها، هي ضعفها ناجم عن احتوائها أولا وبؤس أنظمتها الداخلية ثانيا وتدخل القانون والمشرع بكل تفاصيل حياتها، بمعنى آخر هي لا تمتلك قرار تطوير ذاتها. نعم. يعني أعضاء الهيئة العامة في أي نقابة من النقابات ال17 لا تستطيع أن تغير النظام الداخلي. وبالتالي غابت الممارسات الديمقراطية عنها. النقابات العمالية اللي فيها ممارسات ديمقراطية في أدائها وتأثيرها على تحسين شروط عمل أعضائها واضح العيان في الأردن يعني. صحيح. نذهب الآن إلى أرقام البطالة. يعني أرقام البطالة الدولة تتحدث عن أرقام، هناك نقاشات حول هذه الأرقام، أحيانا مراكز دراسات تتحدث عن أرقام مختلفة. إذا نتحدث عن أرقام يعني فيها نقاشات. صحيح. أنتم كيف ترونها؟ ما هي الأرقام الحقيقية؟ يعني في ضوء تجربتنا أول شيء الأرقام البطالة زي الأرقام الاقتصادية الكلية. في جهة واحدة في الأردن هو من ينتج هذه الأرقام اللي هي دائرة الإحصاءات العامة. بدور حديث ولغط كثير حتى من قبل مسؤولين، يعني وزير العمل الحالي أكثر من تصريح له بيتحدث أنه هي أرقام البطالة اللي بتنزل دائرة الإحصاءات العامة غير دقيقة. أنا من وجهة نظري الموضوع ليس أنها دقيقة أو غير دقيقة، أنا تقديري هي تعبير عن الواقع الموجود. أرقام البطالة في العشر سنوات الأخيرة تتراوح ما بين 12 إلى 14%. أنا تقديري هي أرقام واقعية من 12 إلى 14%، من 12 إلى 14%، لأنها أرقام كبيرة. هلأ إذا دخلنا جوا هاي الأرقام في التفاصيل هنا تكمن المشكلة. ثلث الشباب في الأردن بيعانوا من البطالة. يعني إذا أخذنا في وهي أرقام دائرة الإحصاءات العامة، مش أرقام والله جايانا من الخارج. دائرة الإحصاءات العامة بتقول لك أنه من 32 إلى 34% من الشباب في ما بين سن 16 وبين سن 24 من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، من غير الجالسين طبعا هيك هو تعريف العاطل على العمل، المتعطل على العمل تعريف، هو الشخص القادر على العمل ولديه الرغبة بالعمل ويبحث عن العمل ولا يجده. هي العاطل العمل. طيب. اما طالب جامعه على يحسب، بمعنى اخر خريجي مراكز التدريب المهني والذين فشلوا. مجرد اريد ان اذهب الارقام، هذا رقم كم هؤلاء؟ اذا اخذنا 2 مليون اذا اخذنا عدد القوى العامله في الاردن 2 مليون احنا بنتحدث عن شيء نص مليون او اكثر او يقل قليلا، ولكن هم لا يحسوا ياخذون بالاعتبار العمال المهاجره في الأردن. نعم. العمال وافدين خارج الحسبه. وبالتالي احنا دائره الاحصاءات العام تتحدث عن 1,400,000 1,300,000 احيانا بوصلوا 1,500,000 عامل اردني. لما ناخذ احنا منهم بيطلع حوالي 300,000. لماذا يحدث الصراع على الارقام احيانا؟
يعني ما هو أداة يعني أداة صراع أداة يعني مثلا وأداة سياسة. وزير العمل لماذا لا يقول أن أرقام الإحصاءات العامة غير دقيقة؟ هل هذا يعني يطعن في مصداقية مثلا الحكومة الجهة الرسمية الجهة المشرفة؟ أنا تقديري أحيانا يعني عدم إدراك لكنه الأرقام. الرقم ما لازم يتاخذ بشكل مجرد. نعم. ما لازم احنا 12% البطالة خلص 12%. طب احنا لازم نخش في داخل الرقم ونشوف الرقم. وين نعم. تتركز البطالة. نعم. نعم. يعني انا بطلع عندي الذكور بشكل عام في الاردن 10.5% البطالة، عند الاناث 21% البطالة. نعم. عند الشباب بتوصل 32-34%، وانا رايي هذا هو الرقم اللي لازم نركز عليه. نعم. هذا هو الرقم المخيف. هذا هو الرقم اللي بشكل تهديد للامن الاجتماعي في الاردن. ويجب صحيح. ان ننتبه له. صحيح. انه الشباب بتخلصوا من المعاهد ومرأة كلية المجتمع ومراكز التدريب المهني والفني والجامعات، بيجوا على سوق عمل بلاقوا هم في واد وسوق العمل بواد. نعم. مخرجات التعليم كيف تراه في ظل قراءتك لكل هذا البشر، بدءا من البطالة مرورا بكل، يعني هو أحد أسباب بطالة الشباب سياسات التعليم. نعم. في الأردن سياسات التعليم تسير في مسار وسياسات التشغيل في مسار آخر. جميل. أنا رأيي يفترض أن تتركز مختلف السياسات في الأردن حول فكرة التشغيل، لأنه التشغيل هو محور سياسات تعليمية، سياسات تعليم، سياسات اقتصادية، استثمار إلى آخره. كله يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قديش هذا بيخدم تشغيل الناس. نعم. لأنه فكرة الحق في العمل والحق في الشغل هو أهم حق اجتماعي واقتصادي في العالم، مش أنا بس. ويجب كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية أن تتركز بما فيها التعليم، تتركز نحو توليد فرص عمل لائقة كافية. نعم. لأبنائنا اللي بتخرجوا من نظام التعليم. من السياسات التعليم في الأردن للأسف الشديد نتيجة تحول التركيز من أنه القطاع العام هو من يقوم بعملية التعليم إلى أنه إعطاء مساحات أوسع للقطاع الخاص للعمل في التعليم، وليس ذلك فقط، وإنما الجامعات الرسمية في الأردن أصبحت تشتغل وفق أسس القطاع الخاص. بمعنى آخر، يعني إذا أخذنا بس اللي قبلوا بالتخصصات العليا في الأردن في الأيام القليلة الماضية، 300 مقعد طب في إحدى الجامعات الرسمية، 45 منه بروح للتنافس والباقي بروح موازي دولي. نعم. وهي جامعة رسمية. طب صحيح. أنا ليش؟ صحيح. طب هاي جامعة يفترض تكون لأبناء البلد. نعم. اللي بتنافسوا على حسب المعدلات. صحيح. هلأ اللي بدي يروح موازي دولي وموازي يفترض تكون له جامعات خاصة أخرى، في عندنا القطاع الخاص تشتغل عليها. صحيح. ولكن إني أنا جامعاتي الرسمية تصبح تعمل وفق أسس القطاع الخاص، حقيقة هنا تكمن الكارثة، وهنا تفقد الحكومة سيطرتها على سياسات التعليم في هذه الجامعات. نعم. بمعنى آخر، ما في عنا توجهات بتقول أنه والله الأردن بحاجة خلال السنوات القادمة لمئة ألف فني في الموضوع الفلاني. لا، كل جامعة تدرس لحالها حسب حاجتها، حسب كلفة التعليم، حسب كلفة الساعة المعتمدة، وبهمها تربح بهمهاش الخريج وين بدي يروح. نعم. وبالتالي يفترض لحل مشكلة ال 32-34 ثلث الشباب اللي بيشتغلوش أن نوجه سياسات العمل نحو المهن التي يولدها اقتصاد أردني، وعفوا وتوجيه سياسات تشجيع المستثمرين للعمل في قطاعات تستوعب الأيدي العامل الجديد. طبيعة الإصلاح الذي جرى على امتحان التوجيه هل يختم سياسات العمل؟ يعني كيف تقرأ؟ أنا تقديري يعني وقف التدفق الكبير نحو التعليم الجامعي. يعني اللي صار في تصويب أوضاع امتحان التوجيه كان ضرورة. أه. وأنا بعتقد أنها هي سياسة إصلاحية ويجب أن تستمر، ولكن سياسات القبول بالجامعات دمرت مخرجات هاي السياسة. نعم. بمعنى آخر، إحنا كان لازم تخرجوا حوالي 26,000 جابوا علامات، هلأ في حوالي 8,000 أو 10,000 مش حافظ الرقم بدقة. اللي جابوا فوق 90 يفترض يدرس التخصصات. أنا أقصد خلينا مع الرسمين، نسبة النجاح والرسوب يعني الآن حجم اللي بدروحوا على الجامعات كرقم مجرد قل عن السابق، هل يساعد في سياسة التشغيل؟ هل سيذهبوا للتعليم المهني؟ هل أنا تقديري بالضبط. بس هي يجب تكون هاي ون باكج، يعني نعم. لازم طبعا يكون في عنا مع سياسات القبول طبعا. ما أنا ينجع عندي 40% و60% أنا ما يكون أصلحنا امتحان التوجيه ولم نصلح سياسات القبول. هذا يعني يفترض مش هيك بس، يفترض من مراحل مبكرة يصير توجيه الطلبة نحو التخصصات اللي بتخدمه. لأن أحكي لك إياها بصراحة، كثير من المهنيين والفنيين بحصلوا أكثر من الأطباء والمهندسين. نعم بيقول صحيح. الآن سأسألك سؤال ختامي للمرصد عندكم العمالي، تقرير تحت عنوان السكرتيرات بين مطرقة الراتب. نعم. وسنديان أهل الوصف الوظيفي عام 2009. نعم. هذه المهنة هل تحسنت ظروفها؟ هل تغيرت؟ سيما أنكم يعني تقرير عمره 4-5 سنوات. صحيح. 5 سنوات.
واحنا اكتشفنا في سياق اعدادنا للتقرير انه الغالبيه الساحقه من العاملات في مهنه السكرتاريه بيتصنفوا في اطار القطاع غير المنظم، حلو. وبالتالي هم بيعانوا معاناه شديده بالعديد من المؤشرات. المؤشر الاول الرواتب. نعم. من النادر ان تجد في غالبيه العاملات السكرتيرات كانت وما زالت رواتبهم اقل من حد الادنى للاجور. غالبيتهم الساحقه بيعرفوش الا يوم الجمعه اجازه ويوم العيد. اذا مرضت على حسابها، فيش اجازه سنويه، فيش اجازه طارئه، ساعات العمل مفتوحه طالما صاحب العمل بده يضل تشتغل بضل تشتغل الى اخره. من هاي قضيه الحمايه الاجتماعيه واشتراكها بالضمان الاجتماعي، هذه اخر شيء بيفكروا فيه اصحاب العمل، وهم اصلا العاملات غير واعيات لحقوقهم في هذا الجانب. وبالتالي العاملات في قطاع السكرتيره غالبيتهم الساحقه بيتعرضوا لانتهاكات شديده، ولا مع انه القانون بيعطيهم الكثير من الحقوق، الا انه الحكومه غير قادره على انفاذ القانون. هل في امل انهم يتنظموا او يدخلوا في عالم التنظيم؟ يعني في اطار يعني قانون الضمان الاجتماعي تعدل بما يستوعبهم. ولكن من يفرض على اصحاب العمل انسابهم؟ هي سلطه القانون. سلطه القانون يجب ان تفرض نفسها. نعم اصحاب العمل اذا، وغياب النقابات يزيد من معاناتهم. صحيح. لان لو في قوه، حتى لو في القانون بيعطيهم مش حقوق، وفي منظمه نقابيه تستطيع ان تعمل بتجيب لهم حقوقهم. صحيح كلامك. يعني انا بقول انه على ما يبدو ان اصحاب العمل موجودين في كل مكان، في القانون، في التشريع، يعني هم حقهم يكونوا موجودين. ولكن لازم يكون الطرف الاخر موجود. لكن هم الطرف، المنظمات النقابيه للاسف في مزلقه، هم الطرف الاقوى. هذا المشهد. صحيح. الاردني. نعم. انا اشكرك الاستاذ احمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصاديه والمرصد العمال الاردني، افدنا منك اليوم في كثير. شكرا. من الأمور التي تتعلق بالعمالة في الأردن. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة فقرات استوديو اليرموك، حيث سنلتقي بالدكتور عبد الله النقرش وسوف نتناول معه قراءة في المشهد السياسي المحلي والإقليمي بعد الفاصل. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. مدارس أكاديمية الرواد الدولية. رسالتنا تقديم خدمة تربوية وتعليم متميز، أحدث الوسائل التقنية والأنشطة الفعالة في بيئة آمنة، إعداد جيل مؤمن ومبدع ومفكر نافع لنفسه ووطنه، 10 سنوات من العطاء والتميز. مدارس أكاديمية الرواد الدولية، رواد التغيير. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان.
سيراميك وبورسلان، أتقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان، شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-3951. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. مدارس الحصاد التربوي، توسعة ومبان جديدة، الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية، الأولى في تحفيظ القرآن الكريم، الأولى على الوطن العربي في مسابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتكس، تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE، شارع المطار خلف جامعة البتراء، هاتف 4358. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نعود الآن إلى استوديو اليرموك، وسوف نتحدث الآن عن الإقليم. ماذا يجري في الإقليم؟ هناك أسئلة كثيرة تثار، هناك أيضا عاصفة من التحليلات السياسية نسمعها هنا وهناك، هناك قراءة في الداخل وفي الخارج، هناك حرب قادمة في العراق، هناك مشهد سوري، مشهد مصري، هناك تعقيدات كثيرة اليوم نراها. اليمن دخلت على خط أيضا التوتر في المنطقة. لابد أن هناك نظرية، لابد أن هناك جامع يستطيع أن ينظم هذه المعادلة بطريقة أو بأخرى. الدكتور عبد الله النقرش، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أهلا وسهلا دكتور عبد الله. اليوم لك نظرية، لك مقاربة، ربما تحاول قراءة المنطقة في هذه اللحظة التاريخية بطريقة أو بأخرى. أولا نريد أن نسأل عن أبرز معالم هذه القراءة التي يقدمها الدكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا على الاستضافة، وأرجو أن أكون مفيدا في تقديم تصوري حول ما يجري. نعم. بداية أنطلق في حديثي من اعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول أنني أؤكد على أن الأمة أمة متواجدة، وبالتالي ما يتم من تفاعلات في هذه الساحة العربية من محيطها إلى خليجها يتعلق بمصير الأمة كأمة وليس بمصير أقطارها بشكل منفصل. هذا واحد. بمعنى أن الشأن السياسي الذي يفعل فعله الآن يتعلق بالأمة ومصيرها. نعم. الأمة يعني الآن القصة قصة أمة وليست قصة قطر أو نعم قصة أمة. هذا الاعتبار الأول. نعم. الاعتبار الثاني أنه في هذه المرحلة التاريخية تأخذ السياسة معناها بالمعنى الاجتماعي باعتبارها شأنا عاما وليس شأنا نخبويا محصورا في السلطات الحاكمة أو في النخب السياسية المرتبطة بها، وإنما هي شأن الشعوب وشأن الأمة وشأن مصائرها. انطلاقا من هذا الاعتبارين، إن ما يحدث الآن بتصوري هو صراع بين ما يتصل بشأن الأمة من حيث كونه تكثيفا للتاريخ وللحاضر والمستقبل، وبين شأن غيرها بما يعنيه من رؤى ومشاريع وبرامج ومصالح. يعني كأنك تقول أنها مرحلة مصيرية لما تتحدث عن تكثيف للتاريخ. بالضبط. بالضبط. مرحلة مصيرية. الأمة تمر بمرحلة مصيرية. مرحلة تاريخية بدأت ولا يستطيع أحد بتقديري أن يحدد منتهاها. بطبيعة الحال هناك محاولات لإيقاف تطورات المرحلة، ولكن عبثا يحاول أحدهم حتى ولو كانت قوة عظمى. الآن تطورات المرحلة بأي اتجاه نريد أن نفهم؟ هو الحقيقة باتجاه إعادة بلورة قوى جيوسياسية، ومن خلال تفاعلها الوصول إلى حالة من الاستقرار المستقبلي بعد أن تتلاشى مجمل القوى الفرعية غير ذات التأثير. وفي هذا نوقف عند هاي بعد هناك إعادة بلورة قوى جيوسياسية، هناك قوى جديدة ستظهر؟ نعم. وستنتهي يعني قوى كانت موجودة؟ ستنتهي قوى موجودة وستأتي قوى أخرى جديدة وفقا لعملية صراع مستمرة. وفي هذا لا تقف الحدود السياسية عائقا، ولا تقف الأنظمة السياسية أيضا عائقا مستمرا قادرا على إيقاف هذه التحولات. إذا التحولات هي عابرة للحدود ولقدرة الأنظمة. بالضبط. هي عابرة للحدود ولقدرة الأنظمة. ثانيا، هذه المرحلة هي مرحلة تاريخية بالمعنى الشامل للعبارة، تتصل بإحداث تغييرات على الصعيد السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، وأيضا علاقات دول الإقليم بعضها مع بعض وعلاقاتها مع العالم الخارجي. نعم. فلذلك نحن ننتظر ربما بعد عقود لا أعرف متى، ننتظر حالة جديدة في هذه المنطقة. الآن طب تسمح لي أسألك سؤال قبل ذلك، ما الذي أدخلنا في هذه المرحلة؟ ما الذي أدخلنا في كل ما تقوله؟ يعني ما الذي جعلت شروط تنضج حتى نذهب باتجاه مرة أخرى بلورة جيوسياسي جديد في المنطقة؟ السياق التاريخي. نحن في المنطقة العربية بشكل عام وتقريبا منذ عقود إن لم يكن قرن كامل، نعم، حاولنا أن نقيم دول وأن نقيم منظومات، لكن ربما أننا أخطأنا باستعمال الأدوات. لذلك نحن في مرحلة الكشف، مرحلة تاريخية كاشفة تبين أن النظام الإقليمي العربي انهار بالكامل. نعم. وهناك شواهد على ذلك وإرهاصات كانت سابقة، من ضمنها مثلا عندما خرجت مصر من المنظومة الأمنية العربية باتفاقية كامب ديفيد، وعندما خرجت العراق بالحرب الأولى والحرب الثانية الاحتلال،
وبالتالي عناصر القوة المركزية في الوطن العربي فقدت دورها، ولم تعد هناك قوة فاعلة تستطيع أن تلم الشتات العربي أو توفر حالة من الأمن النسبي لأمن القوم العربي. نعم، نظام إقليمي تلاشى، ظهرت بديلة له طغيان الدولة القطرية مثلا. لا نعم، الحقيقة الأخرى ما البديل هنا؟ من الذي منع الفراغ؟ وثانيا الدولة القطرية التي حاولنا التمسك بها وصياغتها بصورة مستقلة عبر هذا الزمن الماضي أيضا فشلت، فلم تستطع أن تحقق لا الأمن القومي ولا الأمن الاقتصادي ولا الأمن الاجتماعي ولا أن تحل المشكلة السياسية من حيث علاقات السلطة بينها وبين النظم وبين مواطنيها. فلذلك هذه حالة فشل متراكمة. من هنا عادت الكرة إلى ملعب الشعوب والمجتمعات. طيب بس قبل هاي، أنا مستمتع يعني، لكن مرة أخرى أنا حين سألت وقلت لك ما الذي أنضج هذه الظروف، أشرت إلى النظام الإقليمي انهار بخروج مصر والعراق وإلى آخره، ثم تحدث أن الدولة القطرية فشلت في أن تملأ الفراغ. دور الرياض هنا، برز دور الرياض، هل فشلت الرياض في أن تحتل مساحات كانت يمكن أن تحتلها؟ واضح جدا أن الرياض هي التي بقيت هي اللاعب في المنطقة، اسمح لي أو البترول دولار أو ماذا تسميه كمان، اسمح لي لأقول لك أن هذا أيضا موضوع في السياق وهو من خلال ما أعتبره السبب الثاني، أن المنظومة الفكرية المنظومة الفكرية السياسية في الوطن العربي تشظت وبرز خلال عقود ماضية أنماط. هل كان هناك منظومة فكرية السياسية. هل كان هناك منظومة فكرية؟ نعم، منسجمة ليست بالضرورة منسجمة كما نعنيها بالكامل، لكن هناك تاريخيا كان هناك تعابير عن أمة، عن حالة وجود أمة. هذه الأمة لها صيغة حضارية متوارثة فعالة عبر الزمن بما يسمح بتشكيل حالة من التقارب على الأقل بين أعضائها وبين أفرادها. هذه المنظومة تشظت خلال العقود الأخيرة وتحديدا خلال العقدين الأخيرين إلى حالة من الثقافة السياسية ذات أبعاد أربع. البعد الأول ما أسميه ثقافة النفط. وهذه الثقافة لها ما لها وعليها ما عليها، تمثلها بطبيعة الحال ليس فقط الدول النفطية، وإنما ما ساد في الذهن العربي من أفكار حول المسألة النفطية برمتها. هذه واحدة، ثقافة النفط، ثقافة النفط أربعة قلت سنتحدث، وهذه كان لها مخرجات هذه كان لها مخرجات سياسية من ضمنها ما أشرت إليه حضرتك، وهو الدور السعودي. الدور السعودي أو الحقبة السعودية في التاريخ العربي بشكل عام باعتبارها دولة مركزية. بالإضافة إلى بعض الأدوار الهامشية أو الطرفية لدول أخرى. صحيح. الجزء الثاني هي الثقافة الثيوقراطية. الثقافة الثيوقراطية المتصلة بالثقافة الدينية، بمعنى صيغ ما طرحت كمدارس إسلامية مختلفة. وهذه إذا مع علمي أنها متعددة، لكن إذا أردت أن أجمعها سأجمعها بثلاث. المدرسة الثيوقراطية القديمة السلفية التي تمثلها حركات مثل الوهابية وغيرها. المدرسة الإسلام السياسي المرن العملي إلى حد كبير التوافقي لإخوان المسلمين. المدرسة الثالثة هي مدرسة الجهادية التي تؤمن التي تجعل من ممارسة العنف أولوية في تحقيق أهدافها. جميل. هذه على صعيد المدرسة الثيوقراطية. الثقافة الثيوقراطية. الثقافة الثالثة هي ثقافة الاستبداد. ثقافة الاستبداد التي يمثلها الحكم العسكر وما ارتبط بهم من تسلط فردي أو حكم أوليغاركي. حكم مجموعات، حكم العائلة، متسلطة، حكم الطبقة، حكم إلى آخر. هذه الصيغ من الحكم التي أثرت بشكل واضح على مسألة الحرية وعلى مسألة الكرامة الإنسانية
من خلال ممارستها للقمع. نعم. الذي تقريبا انتشر بشكل واسع في مختلف بقاع المنطقة العربية، وأورثت بنفس الوقت تأثيرا بتقديري أنه تأثير فظيع، هو تأثير على الثقافة والفكر، أوجدت نوع من الثقافة المنافقة أو المثقفين المنافقين والإعلام المخادع. نعم. هذه ثقافة الاستبداد، من نتائج هذه ثقافة الاستبداد. نعم. بالتالي الاستبداد هنا يمارس سطوته وله ما يبرره ومن يبرره. جميل. الثقافة الأخرى ثقافة ما نسميها الليبرالية الجديدة أو الليبراليزم، هذه جاءت أو انتشرت بأوساط مجموعات من ربما مجموعات مصالح أو أفراد لهم سمة عامة أنهم منبتون عن الواقع الاجتماعي الذي يمكن أن يخلق هذه الحالات، وسادها أيضا ما يسمى بالكبرادور أو الوسطاء والسماسرة. هذه المدرسة تركت بصماتها على شكل قاعدة عامة، أولوية الاقتصاد على السياسة. كانت اقتصادية أكثر هذه الطبقة. يعني تأثرا بالعولمة، أولية الاقتصاد على السياسة بشكل عام هكذا توهما. ثانيا تشويه علاقات السلطة بتحالف السلطة مع رأس المال، وثالثا المساعدة أو ربما انتشار الفساد بصورة يكاد يكون معمما. نعم. فساد مالي وإداري وإلى آخره. في هذا إذن المنظومة الفكرية التي كان يمكن أن تسوق حالة أقرب إلى التوحد على مستوى المنطقة العربية تعرضت إلى هذا التشظي، إلى هذا النوع من الثقافات الذي له أثاره السلبية على صعيد المجتمع وعلى صعيد التفكير. نعم. يعني يمكن أن نقول أن المنظومة الفكرية استبدلت الآن بالثقافات الأربعة التي ذكرت. هذه أنضجت ظروف ما يجري الآن، يعني نريد أن نفهم. نعم. أنضجت ظروف مثلا. ماذا إلى ماذا أدت؟ إلى ماذا أدت؟ أدت إلى تقسيم طبقي على مستوى الدول والأفراد. نعم. بمعنى هناك دول غنية صحيح تسمى دول النفط مثلا، ودول فقيرة أو تسمى دول الماء. نعم. وهناك دول لا نفط ولا ماء. ملح وبارود. وداخل المجتمع نفسه هناك أيضا طبقات فئات فاحشة الثراء. نعم. برزت على شكل انتوءات في المجتمعات، وفئات مسحوقة أو أصحاب الوضع أو الفقر المدقع. نعم. وهذا هذا موجود، هذه واحدة. ثانيا تعاظم دور دول النفط في الشأن السياسي العربي. نعم. بشكل أنه مثلا أصبح من الممكن أن تمارس المملكة العربية السعودية دورا واسع النفوذ على صعيد المنطقة وتؤثر بكل أطراف الإقليم. نعم. وهذا علما أنه المملكة العربية السعودية ليست لنقل مستقلة الخيار. نعم. بشكل جذري وأساسي. نعم. هي مرتبطة. ما الخطاب الذي قدمته العربية السعودية؟ يعني في ظل غياب أنا ما حدثت أنتم من تفكيك الآن ظهرت المملكة العربية السعودية، ما الخطاب الذي قدمته؟ ما هي طبيعته؟ هل هو متناغم متناسق؟ هل كانت سياسة واضحة؟ لا أعتقد المملكة العربية السعودية هي باختصار هي كنظام سياسي ملكية محافظة. نعم. تعود في بنيتها إلى البنية الإقطاعية تاريخيا، وتقدم خطابا سلفيا دينيا. نعم. لا يتفق ومعطيات القرن العشرين من حيث المبدأ، لكنها بالمقابل تقدم نوع من المساعدات، محاولات التنمية، تقديم بعض الخدمات والهبات وإلى آخره. وهذا يقع في سياسة النفط بشكل عام. سياسة النفط أورثت حالة من شراء المواقف وشراء الأدوار. نعم. يعني تأثيرها على صعيد الوطن العربي كله أنها أدت إلى مثل هذه الحالة، شراء مواقف وشراء أدوار. إذن لم تعد السياسة صياغات منهجية جميل تتفق مع القضايا المطروحة.
إذا الفراغ ملأه الخليج بطريقة أو بأخرى. نريد أن نعود إلى المنطقة لم الآن. لم يعني الحقيقة لم يملأه الخليج، إنما هو مرس دورا. الآن في ظل هذا كله هناك نتائج كثيرة ترتبت على هذا النوع من الثقافة. منها مثلا السياسة. السياسة استبدلت السياسة الواقعية العملية بالإيديولوجيا. استبدلت الأسطورة، أصبحت الأسطورة ذات معنى في الخطاب السياسي والاجتماعي والثقافي. خطاب من هنا يعني؟ بالإجمال. بالإجمال. بالإجمال الحقيقة بالإجمال. استبدلت. فقدنا الواقعية هنا في المنطقة. الأقلية بدل الأغلبية. عرفت كيف؟ يعني في هناك علاقات داخل البنية السياسية لكل دولة تأثرت بهذا المنطق. الاستبداد الديني لنفرض. الاستبداد الديني أدى إلى التطرف. بصورة ما. الاستبداد السياسي أدى إلى الثورة. الاستبداد الطبقي أدى إلى انعدام العدالة. هكذا يعني هناك نوع من التراكم التاريخي لنتائج سلبية هي أدت في النهاية تطور الأوضاع إلى ما نحن عليه. دكتور عبد الله، حتى نعود إلى ضبط إيقاع المنطقة مرة أخرى، أريد أن نذهب إلى المنطقة الآن. أنت قلت أننا أمام مشروع جيوسياسي جديد تتبلور معالمه. نريد أن نتحدث يعني نوعا ما، نأخذ المشهد مشهد. سقط نظام حكم صدام حسين، جاءت العراق مختلفة. مشهد العراق الآن يعني في أي سياقات تضعه ضمن هذه المنظومة وهذه الرؤية التي يراها الدكتور عبد الله النقرش؟ الحقيقة أعتقد أنه محاولة حصر النموذج العراقي داخل الحدود المتعارف عليها هو هناك نوع من التعسف الفكري. لأنه العراق ماذا يعاني؟ يعاني من سيطرة الخطاب الطائفي. صحيح. على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي في الدولة، وهذا ليس وحيدا، هذا موجود الآن ينتشر في كل المنطقة. فإذا ليس حكم العراق وحيد. العراق صدره، قدم النموذج الأهم الأعلى. ما حدث من تشظي في العراق نتيجة الوحدة، طبعا نتيجة يعني احنا ما سمعناش بالطائفية بعدين 2003 سقوط صدام بالضبط، لم يكن هذا موجودا. الآن خصوصية العراق تنبع من خلال العلاقة الخاصة بإيران. هنا نحن عندما ندخل إيران في اللعبة نحن نتكلم عن دولة إقليمية مهمة. لها مشروعها السياسي ولها مصالحها ولها أرضية اجتماعية تتوزع في بعض الدول العربية محبذة أو متعاونة مع المشروع الإيراني. بمعنى عندما تتصرف إيران سياسيا تستعمل هذه الأرضية الاجتماعية الدينية وتوظفها لتحقيق أهدافها السياسية. الأداء الطائفية هي أداء سياسية عندها بهذا المعنى، سواء في اليمن أو في لبنان أو في أي مكان في الدنيا. الطائفية هنا أداة من أدوات السياسة للمشروع السياسي الإيراني. إيران دولة قوية، دولة مركزية في الإقليم، دولة ذات حضارة ذات حضارة عريقة الحقيقة، وتنامت قوتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلها تطمع في تشكيل حالة نفوذ إقليمي. من المنطقي أن تبحث عن هذا النفوذ في المناطق الأكثر استعدادا. هذا يقودني لسؤال مهم، هل العراق انتهت جيوسياسيا؟ العراق لن تعود تلك الدولة المركزية، لا سيما أننا نتحدث الآن عن تغول إيراني عن أشياء كثيرة. العراق في مشهدك وأنت رؤيتك بالتحولات الجيوسياسية والمراكز القوى الجديدة التي تظهر جيوسياسيا، العراق انتهت؟ لا يوجد احتمال لعودة دولة مركزية أو تلعب دورا مركزيا في التحولات القادمة كدولة قطرية. لا يوجد هذا الاحتمال. لا يوجد كدولة قطرية. هناك فقط حالة واحدة ظهرت، وأنا كنت أفضل هذا الحديث إلى آخر البرنامج. هناك إمكانية فقط للعمل العربي المشترك، ومن خلال الوعي الجديد ربما لأجيال جديدة، ربما لعقليات جديدة، ربما لعقلية سياسية جديدة، لتشكيل حالة وعي عامة هي التي تشكل مشروع للأمة. بتقديري يعني، وأعود هنا لأذكر بالربيع العربي. أنا فهمت الربيع العربي على اعتبار أنه حركة اجتماعية تاريخية للأمة العربية وبكل ما لها من أبعاد، لكن هذا المشروع، هذا التحرك
لم يكن مؤطرا، لم يكن يعرف بالضبط ماذا يريد، لم يكن يمتلك الطلاعة الثورية الضرورية والنظرية الثورية، مع أنه يمثل أغلبية المجتمع العربي، إلا أنه تم الالتفاف عليه من قبل القوى المعادية أو قبل ما نسميها قوى الثورة المضادة أو قوى المعيقة للتقدم. فلذلك أنا بعتقد وعلى أمل بطبيعة الحال أن حالة النهوض هذه، نعم هناك حالة إجهاض ربما مؤقت لحركة الربيع العربي، لكنها ليست نهائية. نعم. لأنها حركة احتجاجية ستستمر، ستعود، ستستمر، ظروفها لا زالت موجودة. نعم. وطياتها لا زالت موجودة. نعم. بالتالي ما يمكن تصوره للمستقبل أن أجيال جديدة، حالة استنهاض عربية جديدة يقوم بها الشباب العربي الأجيال القادمة، هي التي تشكل حالة قوة. بالتالي ستعود مسألة تحديد الأدوار، وفيما إذا كانت الدولة ما قد تكون دولة مركزية أم لا. جميل. لكن أريد أن أذكر هنا أنه باعتقادي أن الحدود السياسية لن تتطابق مع الحدود الحالية أبدا. هل تغير الوعي العربي، الوعي الشعبي؟ أنت تحدثت في واحدة من الأمور أن الحركات أصبحت لم تعد نخبوية، إنما هي حركة شعبية. هل الوعي العربي تغير حتى لو تم الاتفاق عليه؟ وعي الشعب العربي تغير كامل، سيؤدي مرة أخرى إلى إعادة إنتاج حركة؟ نعم. أنا على ثقة من ذلك. نعم. والوعي الشعب العربي تنامى وتجاوز نخبه السياسية واستطاع يعني أن يتفاعل مع معطيات القرن 21 أكثر من البنى السياسية أو البنى التقليدية الموجودة في المجتمعات. نعم. لذلك يعني هل ترى قدم تضحيات هذا الوعي الشعبي؟ بطبيعة الحال ما نراه اليوم يعني هو بغض النظر عن ما يمكن أن يكون هناك من التباسات في هذه الحالة أو تلك. نعم. لكن من الواضح تماما أن هناك أفراد يستشهدون من أجل أهداف سامية. نعم. على مختلف بقاع البلاد التي تتواجد فيها مثل هذه الحركات في الوقت الحاضر. وبتقديري أن الأمر سيستمر، وأن هناك إمكانية لاستئناف المسيرة وربما بشكل أوسع وأعمق ما هو عليه الآن. نعم. هل تعتقد دكتور عبد الله أن أنت ربما يعني حينما سألتك عن العراق تجاوزت الدولة القطر، تعتقد أن القادم هو تشكلات على قاعدة أعراق، على قاعدة طوائف، على قاعدة جغرافيا؟ لا أدري، يعني في نظرك أين سيتشكل المشهد؟ هل نحن مقبلين على قوميات جديدة؟ المشهد هنا يعني يتحرك بأي اتجاه؟ المفاهيم تتغير. نعم. قد تسقط كل هذه المفاهيم. المفاهيم تتغير. في تقديري أن هناك جملة من المشروعات الموجهة للتعامل مع المنطقة. نعم. مشاريع سياسية الموجهة من من؟ من أطراف، من أطراف، من أطراف. وأقول وأسميها الغرب مثلا وأسميها أولا. لا، هناك جملة من المشاريع تشتبك الآن في هذه المنطقة، تشتبك. نعم. الآن. نعم. من المشاريع، أول مشروع ومشروع تاريخي هو المشروع الغربي. نعم. جميل. المشروع الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية أعضاء التحالف الغربي، على الرغم من التباينات فيما بينهم. نعم صحيح. هو هذه ليست مؤامرات، وإنما هي مشاريع سياسية، لأنه كما قلنا الظروف التي تطورت في المنطقة ولدت حالة الفراغ السياسي. المشروع الغربي يعني الآن في أحسن حالاته، يعني مضطرب، يسقط، يتلاشى، يعني لا يتحكم لا بالمنطقة. لا سنأخذ مشروع مشروع. المشروع الغربي يعيد قراءة المنطقة، يعيد قراءة المنطقة، يعيد قراءة المنطقة. المشكلة باعتقادي أن هناك تناقضا نسبيا بين المشروع الغربي وما يتوخاه من محاولة إعادة السيطرة على المنطقة بصورة ما وضبط التفاعلات فيها، مع تركه الفرصة لكي تقرر القوى الاجتماعية في المنطقة مستقبلها، وبين إسرائيل التي تريد تطييف المنطقة أو تطويف المنطقة. جميل. إسرائيل تسعى سعيا وراء تثبيت كونها كدولة، ودولة توسعية بطبيعتها، ودولة تريد أن تؤمن مستقبل أطول فترة ممكنة. نعم. لأنها أمام خيار صعب في هذه المرحلة. لذلك هي تسعى لتشظية المنطقة ومحاولة تكوين كيانات طوائف
بقدر ما تستطيع. نعم. وباعتقادي أنها تقف وراء مثل هذا المشروع في كثير من الحالات. الغرب لا يريد ذلك؟ المشروع الغربي لا يريد ذلك؟ لا أعتقد أن المشروع الغربي يريد تطييف المنطقة. نعم. لا يريد ذلك. المشروع الغربي يريد منطقة منضبطة. ولا يريد أن يكتشف مفاجآت أو يواجه مفاجآت كما حدث معه في مسألة الربيع العربي. نعم. لماذا منطقة منضبطة؟ هل يخشى مثلا أن يعني الآن صرنا نشهد اعتداءات هناك عندهم يعني. لماذا منطقة منضبطة؟ لماذا يريدها منطقة منضبطة؟ لماذا لا يريدها كما تريدها الرؤية الإسرائيلية؟ لا هو يريد منطقة منضبطة. طيب احنا نروح لفاصل ونجاوب عليه بعد الفاصل من رايحك دكتور عبد الله. إذن أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا مع العلامة السياسية الدكتور عبد الله النقرش. بعد اليرموك الفضائية. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، ارحب مره اخرى بضيفي الدكتور عبد الله النقرش استاذ العلوم السياسيه في الجامعه الاردنيه. ربما قبل الفاصل قدمت يعني مقاربه لم تذهب الى التفصيلات بقدر ما انها ذهبت الى تلك الرؤيه العامه، وقمت بتشبيك كل هذه المعطيات تاريخيا وسياسيا. لذلك انا ما تبقى لدي من وقت أريد أن أركز فيه على قضيتين، أبرز المشاريع نحاول أن نناقشها ثم السيناريوهات المحتملة. أنا قطعا المشاهد الأردني حريص على أن يسمع يستشرف مستقبل ذلك كله من خلال الدكتور عبد الله النقرش. من هذه المشاريع قطعا هناك مشروع عربي
أنت سميته الحلف غير المتحالف الأنظمة العربية، هل هناك مشروع تبلور؟ يعني هل هناك فعلا يعني من الأمور المطروحة مشروع للأنظمة العربية ترى؟ كما هي العادة في الذهنية السياسية العربية، نعم، هناك تفصيلات تشكل بحد ذاتها كأنها منظومة عمل، وقد لا تكون مؤسسية. والتحالف غير المتحالف أعني به، نعم، هو مجموعة القوى التي تقاوم حركة التغيير، وهذه تتراوح ما بين قوى رسمية وقوى شعبية، نعم، وحتى قوى دينية، نعم، بمعنى أن المنطق النهائي لهذه القوى لا يتفق وحركة التغيير، لا تريد التغيير، ابقاء الوضع على ما هو عليه. هي تتفق بالهدف، ولكنها تختلف الوسائل، وليس بينها أي نوع من العقد، لكنها تقاوم، نعم، حركة التغيير انطلاقا من رؤاها أو حفاظا على مصالحها. نعم، هذه الأنظمة ربما واضحة للمشاهد، وحتى يعني إذا كانت قوى دينية أو طب النقيض، القوى التي تريد التغيير، ألا يوجد فيها تحالف غير متحالف؟ قوى تريد التغيير في المجتمع العربي الحقيقة، وبطبيعة الحال هذا مشروع آخر، هو الذي نسميه الربيع العربي بالمعنى الفضفاض، نعم، بمعنى أنه هناك قوى اجتماعية وبتقدير أنها قوى عريضة. نعم، إحنا لو أجينا افترضنا أو قبلنا بما يقال أنه الشباب العربي بين 60-70% من مجموع سكان الوطن العربي، هذا يعني أن لديك كتلة بشرية شابة يتدفق فيها الدم التغيير، نعم، وتسعى إلى تحسين أوضاعها وإلى بناء مستقبل أفضل تتمثل بالشباب. فما بالك الشباب هؤلاء أيضا يستقطبون قوى سياسية أخرى ويستقطبون أجيال أخرى، نعم، معهم، نعم. فإذا قوى التغيير الحقيقية هي هذه التي تصنع التاريخ، هي أكبر بكثير من القوى، نعم، هي شعوب متحالف غير متحالف، هي شعوب بطبيعة الحال، وإحنا مجتمعات شابة بطريقة أو أخرى. ربما تحدثنا عن المشروع الغربي وتحدثت عنه أيضا، هناك وضعت حالة فرعية ما بينه وبين الإسرائيلي، اختلاف، نعم، هناك اختلاف المشروع الغربي. نتحدث عن مشروع تركي، هل يمكن أن نقول أن هناك مشروع تركي في المنطقة؟ بطبيعة الحال، نعم، هناك مشروع تركي، هو ما نسميه مشروع القدوة، بمعنى حلو، تركيا تريد عن طريق القوة الناعمة، نعم، القوة الناعمة الاقتصاد والثقافة والنموذج، أن تقدم للعرب حالة من الصيغ التي تستطيع أن توفق بين ذهنية شرقية إسلامية لها جذور تاريخية ورؤية متقدمة، وبين ما تطرحه الدول العربية المختلفة. بالتالي يعني هي تطرح نفسها كنموذج وتستهدف التعاون وبناء علاقات على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الرسمي تتناسب مع هذا. لاقت قبولا هذا المشروع؟ لان يلقى نوعا ما حتى من الربيع العربي، الا ترى انه يلقى قبول؟ لا اعتقد انه يعني مواقف تركيا تجاه حركات الربيع العربي، تجاه القضايا العربيه، هي مواقف ايجابيه، نعم، تغيرت كثيرا، وبالتالي نعم، تقدر بتقدير، تقدر بشكل عريض. له مستقبل هذا المشروع؟ اعتقد ان له مستقبل، نعم، بطبيعه الحال. هو مشروع بالنهايه مشروع عقلاني، نعم، متواضع ومعتدل، نعم، لماذا لا يكون مقبولا، نعم، في المستقبل؟ ولماذا لا يكون؟ اعتقد ان هناك بعض القوى العربيه تفكر به كخيارا بديلا، بمعنى ليس بديلا عن مشاريعها، نعم، لكنه نموذجا يحتذى، وبالتالي من الممكن جدا ان تتوسع شعبيه هذا المشروع، وسيكون خيارا توفيقيا ملائما، خصوصا في المرحله على الاجل المتوسط، نعم، ونحن هنا بصدد حاله تتجاوز مسألة أو عقدة ما يقال عنه الدولة الدينية المقترحة من قبل مشاريع الإسلام السياسي بعضها، والدولة المدنية التي تطرح من قوى. هل يمكن أن يكون هذا المشروع تسوية مع المشروع الغربي؟ يعني بمعنى أن الغرب يمكن أن يقبل بتركيا؟ الغرب مضطر، يعني هذا النموذج ممكن أن يكون حلا من خلال يعني قبول الغربي بشكل نهائي. الغرب ماذا يريد؟ نعم، الغرب يريد تحقيق مصالحه والتعاون معه. لماذا، نعم، لا نفكر إيجابيا؟ والنموذج التركي لا يتعرض مع ذلك. لماذا، نعم، لا نفكر إيجابيا في العلاقة مع الغرب أو مع غيره؟ المشكلة هنا هي عقدة الهيمنة والتأثير الذي يمكن أن تمارسه دولة مثلا أو حركة كالحركة الصهيونية على الغرب. نعم، لكن أنا باعتقادي أن هناك إذا استطعت أن تصل إلى موقف تفاوضي مناسب، لماذا لا تتفاهم مع الغرب أو، نعم، غيره؟ وهذا يفسر أن التحالف غير المتحالف يرفض هذا المشروع، يرفض هذا المشروع، نعم، لأنه هذا على حساب مكاسبه التاريخية. التحالف، نعم، غير المتحالف له جذور. التحالف غير المتحالف فعال في الدولة العربية منذ أكثر من 5 عقود، وبالتالي يتشكل من قوى ذات مصالح
ومن ذهنيات ومن بنى سياسية واجتماعية. نعم. المشروع التركي هو تغيير بالنسبة له لذلك يرفضه. بالمئة المشروع التركي هو حالة يعني هو حالة ثورية بالنسبة لهؤلاء. نعم. المشروع الإيراني يعني قطعا أن هناك مشروع إيراني له بصمات في كل المنطقة. تعتقد أن هذا المشروع يعني خاصة أنه أشرت أنت أن له أداة واحدة هي أداة الطائفة، هل لا يستطيع أن له لا أدوات أخرى؟ لا. ما هي أدوات المشروع الإيراني؟ المشروع مخالب وأدواته مثلا. أولا هو يمثل حالة قوة. نعم. ويريد أن يبني قوة استراتيجية قادرة على التأثير، وهذه القوة الاستراتيجية عادة تؤثر بالردع. نعم. ثانيا هو يتدخل فعليا في المناطق التي يمكن أن يتدخل فيها، سواء مثلا على صعيد ما حدث في العراق أو ما يمكن أن يحدث في لبنان، وله وكلاء. نعم. واليمن وكيف نفسر علاقته بالنظام السوري؟ صحيح. وكيف نفسر علاقته بالحوثيين؟ وكيف نفسر علاقته ببعض القطاعات الاجتماعية في البحرين؟ نعم. وهكذا يعني بمعنى وهناك حركة يعني لا أعرف إلى أي درجة تنتشر، حركة التشيع مثلا. نعم. فإذا المشروع الإيراني من حيث المبدأ هو مشروع أكثر لنقل هجومية. نعم. هل تعتقد أن هذا المشروع اختل توازنه بعد قصة سوريا، بمعنى أنه كان في البداية يدعم المقاومة، نتحدث عن حماس، حزب الله، قصة فلسطين، هل أصبح الآن قدرته على التشيع هذا، على الدخول أكثر إلى البنى الاجتماعية السنية أقل؟ يعني شوف، هناك تكتيكات سياسية تتبعها الدول. نعم. عندما يكون مشروع ذو طبيعة استراتيجية من الصعب جدا إلغاءه أو تغييره. نعم. لا يمكن رد هذا المشروع إلا بمواجهة قوة استراتيجية مناقضة، إلا مشروع استراتيجي آخر. لذلك هذه المسألة، هذا سيبقى طموح، وهو هذا ويستند الحقيقة إلى يعني إلى نوع من المضامين التاريخية. أنت يعني اسمحوا لي لو أقول هنا مثلا، لو تصورنا أن قوميا إيرانيا فارسيا ينظر إلى العرب، ماذا ينظر إليهم؟ ينظر إليهم هؤلاء العرب الذي جاءوا لنا بالإسلام، غيروا عقائدنا وغيروا عاداتنا وتقاليدنا. غزاة سيصفنا أننا غزاة. نعم. هناك من وجهة نظره هناك إسلام عربي. نعم. هو ليس مع الإسلام العربي، قد يكون حتى لو كان، وهو بمعنى هنا يعود إلى مرجعيته الفارسية. نعم. وهو ليس مع الإسلام السني. هذا يدخل في تناقض مع الأتراك. هكذا ترى المشروع الإيراني أنت؟ نعم. نعم. أنا أعتقد أن تعتقد أنه فارسي في أعماقه. أعتقد نعم. وليس مشروع مذهبي بالمعنى. هو مشروع قومي. قومي. ليس بالضرورة أنه بموجب هذا يعني هذه الأفكار أنه يبني حيثياته. لا، هو بالأول والأخير هو مشروع دولة مركزية في الإقليم. نعم. تريد أن توسع نفوذها وأن تحقق مصالحها باستعمال أدوات مختلفة، سواء كانت تشيع، سواء كانت جميل. طيب، أنا أسألك هنا، لو هذا المشروع قائم على القومية الفارسية، لو ظهر مشروع عربي قومي، هل تعتقد أن الشيعة العرب سوف بالنهاية ينحازون إلى سيتركون إيران؟ يعني هنا تاريخيا تحدث عن مشروع الاستراتيجي، تاريخيا ثبت هذا، ثبت الشيعة العرب. نعم. هم القومية العربية بطبيعة الحال، يعني هنا الحديث يتم عن على مستوى هوية. نعم. عندما يكون المعطى معطى قومي أو معطى مصلحي أو معطى وطني، يبتعد بطبيعة الحال المضمون الطائفي للانتماء. هل تعتقد أن واحد من المشاريع الموجودة في المنطقة الإسلام السياسي؟ 100%. كيف تصف حاله؟ كيف تصف مستقبله؟ اتجاهاته؟ مشكلة المشروع الإسلام السياسي هو مشروع قائم، وهو المشروع الذي أنا أقدر أنه المشروع الفاعل بعد الأنظمة بعد الأنظمة السياسية وتحالفاتها. هو المشروع قد يكون البديل. مشكلة المشروع الإسلامي أنه يتراوح ما بين النقيض والنقيض. هناك فئات تعتبر نفسها على المشروع الإسلامي لديها القدرة على المساومة والتفاوض والتوفيق إلى أبعد الحدود، وهناك فئات حدية لا تستطيع ولا تقبل بالتفاوض. نعم. هناك من ينظر إلى المستقبل حتى ولو مصالحة أو توفيقا، وهناك من يوغل في الماضي. هذا التباين في تشكيلات المشروع الإسلامي لا يترك له فرصة كبيرة للنجاح. نعم. كخيار استراتيجي قد يكون خيارا مرحليا كما حدث مثلا. نعم. في دول الربيع العربي قد يكون خيارا مرحليا، ولكنه لن يكون خيارا استراتيجيا، لأنه يتناقض مع المعطيات الأساسية
للقرن الواحد والعشرين. لكن الغرب فكر فيه كخيار استراتيجي بمعنى الإسلام المعتدل، قال في لحظة من اللحظات أنه إذا غاب المعتدل ظهر الصنم المتطرف وفجر أبراجنا. كانت نظرية في عهد بوش ومحافظين الجدد. هذه النظرية يعني رؤية الغرب للمشروع الإسلامي، يعني بعتقد أنه الغرب يتعامل مع المشروع الإسلامي بتناقض، ليس مهما ما يقوله ولكن نعم. مهم ما يفعله. ما يقول وما يفعل. في مطالعات الحقيقة تبين لي أن الغرب حاول استخباريا الدخول في التشكيلة الإسلامية منذ القرن التاسع عشر، وحاول أن يوظف بعضها سواء في المرحلة الأولى بريطانيا ومرحلة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه استعمال أو تشجيع التطرف ضمن مركبات إسلامية معينة، هذا قد يكون بعضه بدافع من الغرب لخلق حالة وردود فعل مختلفة. لكن الغرب لا يريد الإسلام المنفتح المتقدم المدني. لا يريد هذا. لماذا؟ لأنه هذا يخلق حالة اجتماعية سياسية في المنطقة العربية لا تقبل بالهيمنة ولا تقبل بالفوقية الغربية، وإنما تسعى إلى حد كبير للتفاهم مع الغرب على أساس الندية، وهذا شيء غير مقبول. إذن أنت ترى أن مشروع الإسلام السياسي لا مستقبل له؟ المشروع الإسلام السياسي بالصيغة المطروحة. بالصيغة المطروحة قد ينتج صيغة جديدة؟ قد ينتج. نعم قد يستطيع أن ينتج. هناك إمكانية لإيجاد نوع من اليسار الإسلامي بالمناسبة. مثلا بمعنى محاولة عندما نتدخل في صياغة المفاهيم وإعطاها قدر أكبر من المرونة، والتعامل مع الدولة المدنية بدون هذه العقدة التي نقول عنها دائما العلمانية ونعني بها الكفر. العلمانية ليست كفر بتقديري وكما أعرف. فإذا عندما نتعامل مع دولة مدنية حديثة قائمة وقانونية ونستطيع أن نقيم مشروع اليسار. اليسار أين اليسار؟ هل هناك مشروع لليسار؟ نتحدث عن عودة لروسيا ومشهد اليسار. اليسار عاد في أمريكا اللاتينية. هل له مشروع في المنطقة؟ اليسار بأرضيته الماركسية لم يعد قائما ولا قابلا للبقاء. اليسار بشكله اللاتيني الحديث اللي شفناه في الفترة الأخيرة في العشرين سنة الماضية، هذا اليسار يبقى مركب مركبات الفكر السياسي وجزء منه جزء هام، ويلبي تطلعات ويتجاوب مع أفكار قطاعات كبيرة من المجتمعات المختلفة. ولكن بتقديري أنه في هذه المرحلة التاريخية ليس أمامه فرصة لكي يكون أكثر من مشارك. فقط يكون مشارك. لا ترى مشروعا أيضا. لا هذا يعني هذه حالة، لنقل حالة ثقافية سياسية أكثر من كونه مشروع للحكم والإدارة. طيب لو سألنا عن قطر، أريد أن أسأل أفهم قطر في هذا السياق، دولة صغيرة، كيف لماذا يعني ما الذي جعلها بهذه القوة؟ لماذا هي قررت أن تكون قوية؟ نتحدث عن فضاء إعلامي تسيطر عليه قطر، يعني ربما قطر تستطيع أن تحرك الدوار الثاني الآن بطريقة أخرى. الحقيقة هناك مبالغة في تصور دولة قطر. منطقياً وفقا لما تعلمناه بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدولة لا تستطيع أن تساهم إلا بما يتناسب مع قوتها. جميل. دولة قطر أولا وأخيرا هي دولة صغيرة، عدد سكانها محدود، تمتلك ثروة مالية جيدة، تحاول أن توظف هذه الثروة من خلال رؤية إيجابية الحقيقة للتعامل مع أطراف صراعات مختلفة، بمعنى أنها لديها حساسية خاصة تجاه قضايا تعتقد أنها لديها مشروع. تقصد هنا قضايا. لا أعتقد مش مشروع. لديها مشروع. لا أعتقد. هي لديها حالة من إيجابية للتعامل مع القضايا المطروحة بانفتاح، وبالتالي فعلا تلعب دورا إيجابيا لتقريب وجهات النظر وتتحمل مسؤولية ذلك، وتستعمل الأدوات المتاحة لها، المال والإعلام، وهذا أمر جيد، وأعتقد أنه مشروع بالمناسبة. وهنا يعني قطر ليست أكبر من ذلك ولا يجوز تحميلها ما لا تحتمل. يجب أن لا نعطي النص أكثر ما ربما سيطرتها على فضاء إعلامي مهم كقناة الجزيرة أدى إلى أنها تلعب هذا الدور. لماذا لا؟ نحن مرحلة الإعلام. أعتقد أنه هذا يساهم في البيان ربما وجهة نظر، في محاولة طرح أفكار أو مشاريع أو لنقل رؤى مختلفة، لكن هذا لا يجعل من قطر دولة
عظمى أو دولة مركزية في المنطقة تقرر سياسات أو تبني تحالفات أو شيء من هذا القبيل. هي دولة الحقيقة اختارت الإيجابية السياسية. جميل. يعني هناك سؤالين قبل أن أختم. السؤال الأول، أين ترى مصر؟ أين تتجه مصر؟ قبل أن أسألك عن السيناريو العام. مصر. مصر بتقدير. نعتقد أننا نتحدث عن القاطر والأهم والدولة الأقل. مصر هي مركز ثقل الأمة العربية. نعم. ما يجري في مصر ينعكس على الجميع. وما تحدد سنن التطور في مصر ينصرف على التطور في الدول العربية. يتم تصديره أوتوماتيكي هكذا. يعني بتقديري للأسف أن مصر الآن في حالة من فقدان الوزن. بالإضافة لفقدان التوازن. هناك محاولات تبريرية لتسويغ ما حدث، لكن الانحراف عن المسار الأساسي حصل. نعم. وهذا يعني لابد من العودة إلى المسار الأساسي، وهو أن مصر دولة مركزية ذات ثقل في على مستوى النظام العربي، تستطيع أن تعيد دورها وأن تصوغ سياساتها بموجب هذا، بموجب هذا التصور. الآن أنا باعتقادي أن بنية النظام السياسي الذي يتشكل الآن في مصر لا تساعد على ذلك، هي محاولة عودة بالأمور إلى الوراء، وهذا خطير جدا. أعتقد أنها لن تستقر بالقريب العاجل. نعم، مؤلم. سيناريوهات المحتملة قصيرة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى، باختصار سريع. هل يعني أريد أن تتحدث عن سيناريو تعتقد أنه قصير المدى، كيف ستكون الأمور؟ ثم على المدى المتوسط هل ستتغير الأمور؟ لا سيما أننا نتحدث عن نزيف دماء غير مسبوق ربما في تاريخ أمتنا. السيناريوهات دكتور عبد. بالنسبة لقصير المدى، الأمة هذه أمة تاريخية، هناك مركب كبير من القوى، هذه القوى لم تعبر عن نفسها بشكل كامل. ستتفاعل هذه القوى مع بعضها البعض، وستحاول أن تحسم مرحليا بعض حالات صراع هنا وهناك، ولكنها لن تؤدي للاستقرار أبدا. ستبقى النزيف في القصير المدى، متوسط المدى مثلا 10-15 سنة هكذا. 10-15 سنة أنا أرجو لا تطول مدة حتى ذاك الوقت. باعتقادي أنه ستثار قضايا كثيرة على صعيد المنطقة، وستحاول الأطراف المشاريع التي ذكرناها وغيرها ستحاول أن تستثمر الفرصة التاريخية لتسوية كثير من القضايا بما فيها ربما القضية الفلسطينية، لكن هذا كله ليس قدرا محتوما طالما أن هناك الأغلبية الأعم من الأمة العربية لم تفعل فعلها التاريخي بعد. نعم. إذن بعيد المدى المستقبل للحركات التاريخية هذه. بعيد المدى. نعم. بعيد المدى. نعم. أشكرك الدكتور عبد الله النقرش أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. حاولنا أن نقترب اليوم، يعني لا يمل، يعني حاولنا أن نقترب من المشهد بطريقة أو بأخرى. أشكرك مرة أخرى. شكرا. وأنتم أعزائي المشاهدين إلى لقاء جديد من استوديو يرموك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.